Och nu är det också perfekt. Jag som hade styrt till det, jag bara, super. Thank you, Mr. Patrick. Good, thank you. That will be to your right. Thank you. Hello, welcome aboard, sir. Thank you.
سيد الدكتور وسادتي أسأل الله مساءكم بكل خير بنيابة عن الخطوط الجوية القطرية وتحالف عام واحد قائد الكابتن مانويل مدير خدمة سيدان وبقية أفراد طاقم نرحب بحضراتكم على مدى الخطوط الجوية القطرية الحرق 915 المتجه بحول الله الذي يرن رمز معمار مطار حماد الدولي في الدوحة قطر نود أن نرحب بحضرات السادة عدنا الامتياز وعدنا تحالف العام واحد الامتياز هو برنامج مكافآت لحضرات المسافرين على مدى الخطوط الجوية القطرية للاشتراك وجزئية موقعنا كما أصدقكم كما نود أن نذكر حضراتكم بالإمرار التدخين على مدى هذه الرحلة واستخدام سجائر إلكترونية غير مسموح بها حتى يتسنى لكم نزول من الطائرة إن سلامتكم على الطائرة من أهميتنا إذا نرجو حضراتكم الانتباه لتعليمات السلامة بعد قليل شكرا Ladies and gentlemen, my name is Danish. I'm your cabin service director for the flight. Miss Kunith is your captain senior. On behalf of Qatavis, One World Alliance with Captain Fabian, our team of cabin crew, it's my pleasure to welcome board Qatavis flight QR915 to our home, the Sedefard Hamad International Airport in Doha, Qatar. Operating in conjunction with our co-chair partners, S7 Airlines, Oman Air, Iberia, and British Airways. We would like to extend a special welcome to our Blue Risk members and also to the members of One World Frequent Flyers traveling with us today. Customers interested in joining our new program may enroll by visiting the website at www.qmiles.com. This aircraft is equipped with Oryx One in-flight entertainment system as well as Onya mobile services enabling you to send or receive messages. Onboard Wi-Fi sponsored by Ooredoo is also available for your personal devices. The service will be available shortly after takeoff. Please be informed that smoking and use of flagrant cigarettes are not permitted any on board this aircraft. In preparation for departure, we ask you to switch your phones to flight safe mode and ensure your seatbelts are fastened this time. We would like to remind you to keep your personal valuables such as wallets, jewelry, electronic devices safe at all times. As we consider your safety to be at most important, could you please give your attention to the safety video being streamed a short while from now. We wish you a pleasant flight with Qatavis. Thank you. في دورات المياه الذي يسبب إطلاق جهاز كاشف الدخان كما أن التدخين على متن رحلاتنا وكذلك العبث بجهاز كاشف الدخان يعدان من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون أماكن الخروج والممرات يجب أن تبقى خالية من أي حقائب طوال الرحلة حقائب اليد يجب أن توضع بشكل آمن في الخزائن العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم لأسباب تتعلق بالسلامة لا يسمح باستخدام أي أجهزة إلكترونية أثناء الإقلاع والهبوط باستثناء الأجهزة الإلكترونية الشخصية المحمولة في اليد على أن تكون على وضع حالة الطيران يجب أن تبقى هذه الأجهزة الإلكترونية مغلقة إلى أن يخبركم طاقم الطائرة أنها أمنة للاستخدام في حال أوقعتم جهازكم الإلكتروني داخل المقعد يرجى عدم استخدام جهاز التحكم الخاص بالمقعد وطلب المساعدة من أحد أفراد طاقم الطائرة بدلاً من ذلك يرجى ربط حزام الأمان عند الإقلاع والهبوط وعندما تكون علامة حزام الأمان مضاءة لفك الحزام يرفع الغطاء المعدني ويسحب طرف الحزام يرجى ربط حزام سأستخدم زلاقات الخروج من الطائرات كقوارب يرجى تذكر خلع الأحذية قبل استخدام الزلاقات للاطلاع على أوجه السلامة على متن الطائرة يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم إذا كان
نبقى لي سوف نقدم وجبة العشاء. سندويشات خلال الرحلة، وجبة الإفطار قد الهبوط كما نراكم تصبح مجرى السوق الحرة إكسترافاغانزا الموجودة في جو المقهى التي أمامكم. شكرا ورحلة سعيدة مع الخطوط الجوية القطرية.
عبد الهادي على سلامة الوصول حتى الطائرة مطار حمد الدولي المعبر إلى قطر والخليج والباقية على عالم. شو توقيت معي الساعة 4:15 صباحا. سلامتكم ورجاء من حضراتكم بقاء جلستنا في مقاعدكم، لن توقف الطائرة نهائيا وتضاف إنشاءات ربط الحاسمة. مرجو التأكد بأخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. كما يرجى العلم لمنع التدخين إلا في أماكن مخصصة لذلك داخل المطار. برك سلطان أول فندق مفضل لدى الخطوط الجوية القطرية هنا في الدوحة. نعمل أن تكون الخطوط الجوية القطرية رحلتكم مستقبلا أكثر من 160 وجهة لدينا حول العالم. حاج وإسسة رجاء زيز موقعنا قطر أيويز دوت كوم. نيابة عن الخطوط الجوية القطرية تحالف عن واحد قطر كابتن مانويل كابتن فيليبس شركة معطان أمبريا إير سيفن إير لاينز ومان إير بريتش إيرويز. أتمنى لكم إقامة سعيدة هنا في الدوحة، وإذا كنتم متابع رحلاتكم فنتم لكم رحلة آمنة وممتعة. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. شكرا وطبا صباحكم بكل خير. سلاش فيزا فري. On behalf of Qatar Airways, One World Alliance with their codeshare partners, S7 Airlines, Oman Air, Iberia Airlines, and British Airways. With Captain Fabian, we wish you a pleasant stay in Doha, safe sailing to your final destination. We hope that it includes Qatar Airways in your future travel plans to any of 160 destinations worldwide. Qatar Airways preferred hotel here in Doha is Oryx Sultana Hotel. Qatar Airways, great places together. Thank you and good morning.